حصريا على قارئ القرآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، على مدى نصف ساعة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين، وما يتيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم
وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مس أم بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص
وآخرين مقرنين في الأصفاد. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له له ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا خالصة ذكرى
وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. صدق الله العظيم.